لا بد لي ومن واجبي أن أستهل كلامي بتحية خالصة لكم جميعا ومن خلالكم إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي الباسل سليل جيش التحرير الوطني من ضباط وصف ضباط وجنود. لقد أنقذتم الوطن من ويلات سقوط الدولة الوطنية كما خططت لها قوى الشر والدمار، وحميتم الشعب الجزائري في مسيراته الحضارية الباهرة في حراك مبارك أسقط العصابة التي أوصلت البلاد إلى الرداء وسلبت إرادة الشعب وخيراته التي أنعم الله عليه بها. وفي تلاحم وتناغم تامين مع الشعب أوصلتم الوطن إلى بر الأمان بانتخابات حرة ونزيهة تحت الشعار الشعبي جيش شعب خواخر. فشكرا جزيلا على هذا الإنجاز الوطني الدستوري الديمقراطي النوفمبري، فأنتم حماة الحمى. تحية خالصة كذلك إلى الضباط وصف الضباط والجنود المرابطين على الحدود متحملين كل الصعوبات التي لا يتحملها إلا الرجال الأشاوس، صونا لحرمة هذا الوطن المفدى وحماية لوحدته الترابية كما أراده شهداؤنا الأبرار طيب الله ثراهم والمجاهدين الأحرار أطال الله في عمرهم. أجل سيد الرئيس، نحن جند الوطن وحماته وسواعد الأمة التي لا تكل، على درب الوفاء سائرون ولعهد شهدائنا الأبرار وأمانتهم حافظون. سيدي الرئيس، رغم كل الأزمات ومهما اشتدت المحن فنحن بقراراتكم وتعليماتكم ملتزمون. انضباطنا، إخلاصنا وإدراكنا لحجم مسؤولياتنا التزام أبدي نتعهد به أمام الله وأمامكم، ليكون سلاحاً ودرعاً دفاعاً عن الأمة وحفظاً لها من كل ما قد يتهددها، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا كما كل بلدان العالم. لقد خاض الشعب الجزائري الأبي مسيرته الطويلة والحافلة، بداية باسترداد حقه في حريته وانعتاقه، متخذاً من بعد نصر الله من جيش التحرير سنداً ومعيناً. وواصل عبر محطات مسيرته المشرقة بناءً وتشييداً وإرساءً لدعائم جزائر حرة مزدهرة كما أرادها شهداؤنا الأبرار، رافقه فيها جيش وطني شعبي أصيل معدنه
نقي منبعه، ثابت على عهد الصادقين من المجاهدين الأخيار والشهداء الأبرار، فصنعت أبلغ لوحات التلاحم والانتماء لشعبه ووطنه. تلاحم لم تزده المحن التي ألمت به إلا قوة وتماسكا. تلاحم لم تقوضه فتنة الإرهاب الأعمى وسنينها الدامية التي قدم خلالها الجيش الوطني الشعبي من خيرة أبنائه ثمنا للحفاظ على استقرار الوطن. تلاحم لم تزعزعه الزلازل ولا الكوارث الطبيعية التي كانت موعداً آخراً للتآزر والتضامن بين الشعب وجيشه، ليعيد التاريخ نفسه من خلال الهبة الشعبية التي عرفتها بلادنا في العام الماضي، أين كان لوعي الشعب الجزائري وحكمته ومواكبة جيشه الصادقة والمخلصة له. الجزائر الجديدة التي يحمل لواءها رئيس الجمهورية جزائر قوية بمقوماتها واقتصادها، قائمة بتماسك وتناسق مؤسساتها، جزائر لكل الجزائريين دون إقصاء. هذه الجزائر الجديدة هي مشروع وطني شامل نتقاسم مسؤولية إنجاحه كلنا، كل من موقعه ومن منطلق مسؤولياته تجاه الوطن والأمة. الجيش الوطني الشعبي ومن موقعه كأحدى أهم المؤسسات السيادية الوطنية، وإيماناً منه بدوره الكبير في إنجاح مشروع الجزائر الجديدة وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، سخر كل هياكله وحشد قدراته وجند أفراده لإنجاح هذا المسعى الوطني النبيل. السيد الرئيس، فإننا نؤكد لكم أننا عازمون كل العزم على الدعم ومساندة مساعيكم النبيلة الهادفة إلى تطوير البلاد في شتى المجالات والأصعدة، تحقيقاً لطموحات وتطلعات المشروعة لشعبنا الأبي، وأننا لن ندخر أي جهد في سبيل بلوغ بلادنا الغالية أهدافها المنشودة واسترجاع مكانتها المرموقة والمستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستجدوننا دوما إلى جانبكم في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة. الجيش الوطني الشعبي وفي انسجام مطلق مع مساعي ومشروع السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وتأكيداً على الثقة التي وضعها فيه، حمل على عاتقه هذه المسؤولية وجعلها عهداً أمام الله والوطن، غايته في ذلك صون المصالح العليا للأمة والحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها. كيف لا وهو درعها الحامي وعينها التي لا تنام، مرابطاً على ثغورها، مترصداً لكل عدوان. مسؤولية يدرك الجيش الوطني الشعبي بأن لا سبيل له لتحملها إلا بالاستعداد الدائم والمستمر والرفع من قدراته وجاهزيته ليكون في مستوى ثقة شعبه وأمته، وأهلاً لمهامه المنوطة به كحامل للحمى ودرع للأمة. إن التطور الفعلي والتحسس الحقيقي للمستوى الذي بلغته اليوم قوتنا المسلحة بكافة مكوناتها يستلزمان إيلاء أهمية قصوى للتحضير الجيد والفعال للتمارين المختلفة المستويات والخطط والانتقالات بالتحضير القتالي إلى مرحلة أخرى تتسم بالمزيد من الاحترافية والمهنية في التخطيط والدقة
في التنفيذ بهدف التكيف الأمثل مع التحديات الأمنية المستجدة على كافة حدودنا المديدة لا سيما الجنوبية منها، وذلك في إطار الاستراتيجية المتبصرة المتبنات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. جهود الجيش الوطني الشعبي في سبيل تحقيق الرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية من خلال دعم ومساندة خياراته الاستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة تترجم ميدانياً من خلال الحرص المتجدد على إرساء أسس صناعة عسكرية نوعية ومتينة تساهم في بعث التنمية الصناعية الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني. قلتها عن إيمان ويقين بأن الصناعات الميكانيكية الوحيدة اللي موجودة في الوطن هي نتاع الصناعات الجيش الوطني الشعبي، لأن خديتها من جانب الجد أولا، ثانيا كما يقولوا on ne rentre pas dans l'industrialisation par effraction، il n'y a pas de miracle dans l'industrialisation، il y a un préparatif une préparation pour arriver à ce modèle qui est le modèle que nous allons rechercher aussi bien au niveau de l'armée nationale populaire qu'au niveau du civil, à savoir s'il y a une industrie, لازم ترجع بالخيرات اولا على البلاد، ثانيا على مناصب الشغل، لان لا سوتريتانس ناسيونال va créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, pour nos ingénieurs, pour nos et puis arriver à avoir un produit ناسيونال، والجزائريين بصفة عامة يعني قادرين على تحويل هالنموذج تاع الجيش تحويله إلى نموذج مدني في ميادين أخرى، سيارات، حافلات، سيارات إسعاف إلى آخره إلى آخره. جائحة كورونا التي مست كل دول العالم غير آبهة بالحدود الجغرافية ولا السياسية وضعت الجزائر أمام امتحان عسير، لكنه سرعان ما انقلب إلى سانحة لتأكيد التلاحم بين أبناء الوطن الواحد قيادة وشعبا ومؤسسات. الدولة الجزائرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لم تدخر جهداً في مواجهة هذا الظرف الطارئ، وقامت بتسخير كل الإمكانات والوسائل في سبيل منع انتشار الوباء في ربوع الوطن حماية لأرواح الجزائريين الغالية. وفي صورة تعكس شيم الوفاء والإخلاص لكل جزائري وفي سابقة دولية، الدولة الجزائرية تسخر كل الوسائل جواً براً وبحراً لتستعيد أبناءها العالقين في كل مدن العالم والتكفل بهم تكفلاً تاماً خلال فترة الحجر الصحي. هي وقفة من الجزائر الرؤوم مع أبنائها، جزائر الشهامة والكبرياء الصامدة رغم حقد الحاقدين وعملائهم من الخونة والمرتزقة، ممن سخروا أقلامهم وألسنتهم من أجل مصالح ضيقة لمحاولة ضرب وحدة الوطن والطعن في إخلاص الشرفاء من أبنائه. راه فيه هجوم منذ ما يقرب 6 أو 7 شهور على الجيش بكل الوسائل بما فيها هذه، وقالتها تلفزيون عمومية أجنبية ملك للدولة، كانوا قالوا كلام آخر هذه 6 شهور وهذه 5 شهور وهذه. أولا الإحصائيات اللي عندي نتاع الأطباء اللي في الجيش
هما اللي غادي يجوا يدعموا الصفوف تاع المستشفيات المدنيه، الاف اطباء وممرضين واختصاصيين ديزيبيديمولوج ماهوش محتاجين اللي يجيو من برا باش يوريهم خدمتهم. جيشنا منظم من الجندي البسيط حتى لي ساتيليت نتاعو. قيادة البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أبانت خلال تسييرها لهذا الظرف المعقد عن حكمة في التقدير وتبصر في استقراء المستجدات وترو وعقلانية في اتخاذ القرارات، مراهنة على وعي الشعب الجزائري بخصوصية المرحلة وتفهمه لمقتضياتها وتجاوبه مع ميكانيزمات تسييرها من خلال تسهيل عمل أفراد الدرك الوطني والشرطة الصاهرين على التنفيذ الميداني لإجراءات الحجر والوقاية. في خضم هذه المرحلة الحساسة لم يكن الجيش الوطني الشعبي ليتأخر عن الاستجابة لنداء الواجب والتجند في خندق واحد مع الشعب الذي هو أصله ومنبعه. كيفت عديد الوحدات الإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي مهامها لتصب في المجهود الوطني الرئيسي المتمثل في إنتاج صنع وتحضير المستلزمات التي عرفت نقصاً فادحاً بسبب ازدياد الطلب عليها منذ بداية الأزمة، وسرعت من وتيرة إنتاجها تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتوفير ما أمكن من هذه المعدات الحساسة. أظهرت المؤسسة العسكرية عن جاهزية قصوى لتسخير كل هياكلها الصحية وإمكانياتها المادية والبشرية استعداداً لتنفيذ التوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتلبية لنداء الوطن، فحضرت مستشفياتها واستنفرت أطقمها وأفرادها ونشرت مستشفياتها الميدانية وجهزتها معلنة عن تأهبها واستعدادها. نشجعكم ونقدم لكم قبل كل شيء تحية وتشكرات وتشجيعات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وكذلك تشجيعات جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي، لأن أنتم اللي راكم موجودين في الجبهة الأمامية في الخندق الأول نتاع مكافحة هذا الوباء. إذن نطلب منكم مجهود أكثر في محاربة هذا الوباء، وما عندي حتى شك أن الصحة العسكرية اللي برهنت في الكوارث الطبيعية الماضية برهنت على فعاليتها في الكوارث الطبيعية، أنا ما عندي حتى شك أن تنتصر بعون الله على هذا الوباء. ولأن الشدائد تمحص معادن الرجال، فإن هذه الجائحة كانت محطة مشرفة في مسيرة هذا الوطن، أبان خلالها أبناؤه وبناته المخلصين ولاءهم لوطنهم وتشبثهم بوحدتهم، وانبرى أفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة إخوانهم من المواطنين في هبة تسجل بفخر في ملاحم التضامن والتآزر لنقل وتوزيع المساعدات لإخوانهم في المناطق والمدن الأكثر تضرراً من وطننا الغالي. واستحق البواسل من أفراد قواتنا الجوية الإشادة لمواقف البذل والتضحية لجلب المعدات الطبية والأدوية من أقصى الأرض في آجال قياسية. تحية تقدير وإكبار لأفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين الذين أتموا مهمتهم على أكمل وجه،
لنقل الإمداد من الصين إلى الجزائر في توقيت قياسي ومتعب. فألف شكر يا أحرار أبناء الأحرار على تفانيكم لخدمة بلدكم. في سياق استمرار الهبة التضامنية وتثميناً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرامية لتكريس مبدأ التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن مواجهة للضائقة الصحية المنجرة عن جائحة كورونا والتي تسببت في قطع أرزاق عديد العائلات المعوزة لا سيما في مناطق الظل في ربوع جزائرنا الحبيبة، وهي المبادرة التي سارع الجيش الوطني الشعبي للانخراط فيها من خلال تبرع إطاراته السامية بمرتبات شهر. وجاءت هذه المبادرة على رمزيتها لتؤكد على متانة الرابط بين مكونات الأمة ودعم مسعى قيادة البلاد الرامية لمجابهة مخاطر هذه المرحلة الحساسة والشائكة. سيدي الرئيس، سننتصر لأن خندقنا واحد، حب الجزائر. سننتصر لأن المحن لن تزيدنا إلا قوة وتماسكا. سننتصر لأن يقيننا في رؤية الجزائر الجديدة القوية المستقرة أكبر من أن يؤد، هو غايتنا التي سنمضي قدما في سبيل تحقيقها، متسلحين بالتزامنا الأبدي واستعدادنا الدائم خدمة للوطن والأمة وصونا لأمانة الشهداء.